حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. نعرفكم بنفسي، اسمتي سمراء. قليل كعيط لي سمراء، أغلبية الناس كيعيطوا لي سمراء، وهذا الشي اللي كيحمقني كيفقصني. كيفاش كيخقص غيروا لي الاسم ديالي من سمراء لسمراء، والاسم ديالي اسم على غير مسمى. أنا ماشي سمراء نهائيا، أنا حرفي بيضين، شعري ذهبي، كنشبه الماما في الملامح ديالها. ماما في الأصل ديالها روسية، كنتلقاها بابا ملي كان في السفر ديالو كيتسارى كيدور، تلقاها في روسيا وتزوج بها. دوزوا واحد المدة مع بعضهم حتى ولدوني تقريبا، كانت عندي ديك الساعة عامين وشي حاجة، تفارقوا ورجعت ماما لروسيا. ما كانتش قدرت على الحياة ديال المغرب، جاتها غريبة. مهم كل واحد الوسط ديالو ما تفهموش، تفارقوا. كنشوف ماما مرة كنسافر عندها لروسيا، بعد المرات كتجي المغرب هي وراجلها كنتلقاها. ولكن انا حاليا عايشة مع بابا، مع مرات بابا ومع اختي اللي صغر مني بربع سنين. بالصغر ديالي كنت هي ديك البنيته الغزاله، ديك البيضاء الشايبه اللي كل شيء كيحمق عليها في ليكول. كنت مميزه من الصغر ديالي، ومن صغري تعلمت اني نكون مميزه، اني غريبه، اللي غريبه في الشكل ديالي، في هضرتي، في لاكسون ديالي في الهضره، كل شيء كان كيبغيني. وتعلمت اني نحصل على الحب ديال الناس كلهم اللي قرب ليا. يوم اللي كبرت بقات في ديك الخصله، واخا هي شي حاجه شويه قبيحه، لان بزاف كيقولوا لي انت مغروره، انت حاسه براسك. ولكن لا، بالعكس، انا كيعجبني راسي، كيعجبني الشكل ديالي، كيعجبني الجمال ديالي اللي هو طبيعي. شام وحده كتصحابني كندير لي لونتي، كنقول لهم لا انا هكا عيني هكا، كيقولوا لي لا شعرك صبغه، لا شعري ما صبغاش، ما كيقتنعوش. وانا ما كيهمنيش الراي ديالهم، اللي كيهمني انا هو اني نكون انا سعيده مع راسي، انا مصالحه مع راسي وكنبغي راسي. وحيت كيعجبني السفر بزاف، من ورا الباك طلبت بابا باش يخليني ندير مضيفه الطيران الجوي. في الاول ما بغاش، ولكن اصريت عليه، وحتى مرات بابا عاوناتني. مرات بابا تقريبا، شنو غادي نقول لكم، راه هي الام ديالي الثانيه، اولا نقول الاولى ممكن. المهم هي اللي رباتني، هي اللي كبراتني، هي اللي كتحن فيا. كاين واحد شويه الفرق في التعامل اكيد، لان واخا كتعزني بزاف، المعامله زوينه، ولكن كتبقى بنتها عندها واحد الخصوصيه. بزز خلاني درت مضيفه طيران جوي، فرحانه لاني كنحمق على السفر، ولاني كيعجبني نكون ديما لابسه وانيقه ومقاده وماكيا. درتها وحققت الحلم ديالي. ايوا، وبديت كنسافر، كنمشي وكنجي، جميع البلادات ديال العالم كنمشي ليهم فرحانه براسي. نسيت ما هدرت لكم على واحد الناحية اللي هي الناحية العاطفية. أنا درت علاقات بزاف بزاف العلاقات، فعلا كنت كنصاحب بزاف مع الدراري من الوراقة ديالي، ولكن عندي خطوط حمراء، هي تحت ما يقيسني، تحت ما يقرب ليا. كنهضر، كنضحك، كنخرج، غير كنحس بأن هداك الشاب اللي قدامي باغي يتجاوز هذيك الخطوط الحمراء، صافي كنحبس معاه. ولكن قلبي عمرو ما طلب لشي حد، بالرغم ان كانوا بزاف ديال الشباب حياتي، ولكن نهائيا حتى في العائله كانوا بزاف الاولاد من عائلتي، ولاد عمتي اللي بغاو يتقربوا مني. ولكن انا لحد الساعه باقي ما عنديش ديك الاحساس الزوين تجاه شي راجل، وانا مقتنعه بالله الا ما كانش هذاك الشخص اللي غادي يرتبط به غيضرب لي قلبي من اول مره، من اول نظره، انا ما باغاش نهائيا. وما سهل كنقلب عليه. أصبحنا وأصبح الملك لله. فقت اليوم بكري، دوشت، قديت حالتي، لبست حوايجي، صليت صلاتي بطبيعة الحال، لأني واخا اللي شافني كيصحابني أوروبية، ولكن الحمد لله محافظة على صلاتي. هذه الحاجة اللي عمري نسيتها، لأن مرات بابا مرة متدينة وهي اللي زرعتها فيا. لما كنا عولت على بابا لو أعلم، بابا لحد الساعة كيصلي وكيقطع، كيصلي وكيقطع، بالرغم أنها ديما مصالحة هي وياه. قديت حالتي اليوم، عندي الفول لباري، غدا فرنسا وليت ديما كنمشي لها، ولفتها ولات عندي عاديه. عندي الفول باري، قديت
كنهز معايا واحد الفاليز صغيرة كندير فيها المسائل ديالي الشخصية، وقديت كل شيء. خرجت سلمت على تاتا. تاتا نزيها، هي مرات بابا، اختي ما كايناش، اختي كتقرا في واحد المدينة اخرى. وخرجت غادة وانا فرحانة، ما عرفتش علاش قلبي كيضرب بزاف فرحانة اليوم. فقت بكري قبل الوقت، وغادة قبل الوقت، عندي واحد الاحساس زوين. انا دائما فرحانه، ولكن بعض المرات كيكون عندي هاد الحس ديال الطاقه الايجابيه كيكون عندي اكثر. مشيت كنقعد في خدمتي في شغلي، كنتلاقى مع الناس اللي كنعرف، كنسلم عليهم، كل شيء كيبغيني الحمد لله. عندي واحد القبول من عند الله. علاش؟ لاني ديما الابتسامه في وجهي، عمري ما كنغبش في شي حد، عمري ما كنقول شي كلمه خايبه لشي حد. الفم اللي يقول كلمه خايبه يقولها زوينه وصافي، هذا هو الشعار ديالي في الحياه. مشينا، داز الوقت قصير دغيا كيدوز بالزربة، حيت انا كندير واحد الحاجة اللي كنبغيها. كملت الخدمة ديالي، نزلنا في باغي، قدينا شي حوايج اللي هما اداريين، ومشيت لوطيل اللي غنجلس فيه حتى الغدا عاد عندي الفون. ايوا دخلت كليت، جلست غير بدل عليا ونخرج ندير داكشي دويراني، نشوف الدنيا كي دايره، ونتقدا شي حاجة خاصاني، شي حاجة الحوايج بطبيعة الحال. خرجت بقيت كندور غير بوحدي، حتى هيت جالسة. جلست فواحد الكافي دغيا غناخد غير واحد جو دورونج ونتحرك، حتى كيبان ليا واحد الولد اونفاس معايا جاي نيشان في اتجاه الكافي. انا غير بالصدفة هزيت عيني فيه كنشوف فيه. اول حاجة صارت انتباه ديالي فيه هو دوك الشعر ديالو، كيفاش كحل بواحد الصورة، بحال شي ممثل هندي اولا شي ممثل تركي اولا شي ممثل امريكاني خرج من شي فيلم ديال الاكشن. بقيت كنشوف فيه، عجبتني لا فورم ديالو، تبارك الله طويل وقلده، وكيبانوا العضلات ديالو الطراسين فوق التيشيرت اللي لابس، وجايب اتجاه القهوة ما تلفتش ليا نهائيا. داز دخل من حدايا، دخل خدا كافي انا حاضيه دغيا شربها وعاود خرج. بقيت غير كنشوف فيه، سبحان الله كاين شي ولاد كيخليوك تنتبه لهم من اول نظره. صراحه عجبني بزاف، ما كانش يهضر معايا ولكن هو ما انتبهش ليا نهائيا حتى شوفه ما علاهاش فيا. وفعلا استغربت لان انا الولد اللي كيشوفني الا وكان ترتيبه ديالو، ولكن هنا شهيبه في وسط البلاد الشهبات راه ما عندها حتى قيمه، كلشي بحال. كملت الجودورونج ديالي ومشيت. المهم خديت داكشي اللي باغا، مشيت للوطيل نرتاح شويه لان عندي الفول صباح بكري. صافي هي هذيك صباح نتاع ثانيه نشيطه، كنقول الحمد لله على هاد الطاقه اللي عطيها لي الله. فرحت، لبست حوايجي، قديت الحمد لله. كندير واحد الحاجه اللي عزيز عليا، الخدمه اللي كتعجبني، ولكن واحد الحاجه ديما كنحس بها ناقصه في حياتي هي داك الوجود ديال الحب في حياتي، داك الوجود ديال الرومانسيه، خصوصا انني انسانه اللي رومانسيه بزاف. كنبقى نحلم دائما، كنتخيل راسي راني مع واحد الانسان اللي كنبغيه هو اللي غنكمل معاه حياتي، وكنتمنى هذاك الحلم ديالي يتحقق. خدامه كندير الخدمه ديالي، حتى كيثير انتباهي نفس الشخص اللي شفته في الكافي. قالت ما عرفتش كيفاش امتى طلع، ولا يمكن انا ملي كنت في الجهه الاخرى هو طلع للطياره ما شفتوش. حتى جيت كنقاد ليهم بصباطي، كنقاد وعاود ما تنتبهش ليا على طرد راسي. علاش ما ينتبهش ليا؟ شنو واش هذا؟ ماشي انسان، ماشي بشر، ماشي راجل كيف جماعه الرجال؟ غادي المغرب، اذا 100% غادي يكون مغربي، ورجال المغاربه كنعرفهم مزيان. لا ناس بحدا بغي شي شهبه راه ما كيحيدش عينو عليها واخا تكون مرات وحده. ضرني في راسي والله تنخليه ينتبه ليا باي طريقه. تمي دايزه من حدا هزا عصير، حتى درت راسي هكا بحال تعكلت، وتحليت خويتي ليه على الشميز اللي لابس. فواحد اللحظه تلاقات عيني مع عيني، طولات شوفه الوقت اللي كان خصو يغصب عليا فيه ولا يغوز عليا فيه. انا جيت غادي نعتذر ليه ويقول لي سي با غراف سي با غراف، وبدا كيمسح. ما عرفتش بحال فرحت، عجبتني رده الفعل ديالو. وديك اللحظه اللي تلاقات عيني فيها مع عيني، عرفت بسم الله راه هذا هو الانسان اللي بغيته من اول نظره. واو سبحان الله، شي حاجه لي غريبه. واخيرا انا صبرا، لقيت الانسان اللي عجبك. قلبي بدا كيضرب في المية، اثرني فيه بزاف د الحوايج. اول حاجه انه ما انتبهش ليا،
ثاني حاجة أنه عنده حد الطلة وحد الهيبة سبحان الله، وأنه زوين بزاف زوين. عرفت ملي كتقولي على الراجل أنه زوين صافي يعني راه شي حاجة طوب. خديت واحد الكاس آخر ديال أن جو دورانج وسميت جايبه لي وعطيتو لي، قلت لي مسيو فوالا هذا ليك حيت على الجست اللي درت صبح ليا بزاف. ويهز راسو فيا عاود من جديد وهي بتاسم، واو على ابتسامة عنده سبحان الله خلقو وسط ناس مقادين مستفين بايدين، وعندو دوك الغماسات ديال الزين تبارك الله شحال غزال. ابتسم ليا وانا ما عرفتش، بقيت واقفة ما انتبهتش انا راسي شحال عندها تحركت ومشيت رجعت لخدمتي. الوقت كامل وانا كنفكر فيه، ما عرفتش اول مرة في حياتي كتوقع ليا. ايوا نرجع شويه للخدمه ديالي ونصحصح مع راسي ونفكر عجبني وبغيتو كي غادي ندير حتى نقرب ليه اكثر. وفي لحظه بلا ما نشعر حسيت يدي الفوق ونقول يا ربي، ديما كنصلي يا ربي وديما كنطلب كنقول لك يا ربي يسر ليا فشي واحد اللي نبغيه ويحمق عليا حساب. يا ربي بغيت هذا، يا ربي انا دابا الفوق قريب لك في السماء، يا ربي قبل الدعاء ديالي. وقلت الحمد لله وكلاس، انا عندي يقين ديما في الله، عمر ربي ما كيخيبني، عمري ما درت شي حاجه اللي هي خايبه، عمري ما درت شي حاجه اللي هي ناقصه. كنطلب الله وربي دائما كيحقق لي الامنيات ديالي، عمره ما خلاني في نص الطريق. كان عندي واحد يقين في الله انه غادي يحقق لي هذه المره كيف ما جميع المرات. كملت الخدمه ديالي عاديه حتى كملنا، مهم صافي خرجت هبطوا كاملين لي فياجور اللي كانوا هبط حتى هو معاهم. ما تلفت لي حتى الفيتا، عاود ثاني استغربت واو على كبرياء عنده وعلى عزة ديال النفس عنده غريبة بزاف. خرجنا وبالصدفة غادي نتلاقاه في الباركينج، يعني شي حاجة اللي هي غريبة. راه كاين واحد المثل كيقول رب صدفة خير من ألف ميعاد، وراه هي هادي. انا لافواطير ديالي كنخليها في الباركينج باش ملي كنجي كنتبلاصا دغيا سهلة عادية. حتى هو لقينا في نفس البلاصه في نفس الخط، لقيتو كان هو راكب قبل مني. انا يلا جيت غادي نطلع حتى كيبان ليا، شفت فيه وبعدني نشوفه وبلا ما نشعر بلا ما نحس حتى لقيتو هابط وجاي في اتجاه ديالي، جاي كيبتسم ديك الابتسامه ديالو. يا ريت وما ابتسم لاني انا غير ابتسم ديك الابتسامه، نسيت مشيت لعالم واحد اخر. جاي في اتجاهي هو كيبتسم وانا كنبتسم معاه، هبط الساج كنشوف فيه جاي حتى قرب حدايا ويقول لي كنت سالك شي حاجة. هسيت في عيني بمعنى شنو؟ ويقول لي غتخلصي فالطة. الله يا ودي مرحبا نخلصها، علاش لا ديالاش بعدا. ويقول لي ديال لا شوميز اللي فزكت عليا بهذاك لو جو. بقيت كنضحك، انا كنضحك حيت عجبني الحال حيت ما توقعتش منه هاد الزعامة كاملة. قلت لي ايا مرحبا علاش لا. ويصورني شنو سميتك؟ قلت لي سمراء. سمراء سمراء. ويقول لي شكون سماك هاد السمية؟ قلت ليه بابا. ويقول لي كان اسمك بيضاء شقراء ماشي سمراء. بقينا كنضحكوا بزوج بينا. خديت عنده النيميرو ديالو، خدا عندي نيميرو واتفقنا باش نلاقاو في العشيه. كان واحد اللقاء اللي هو سريع وغير متوقع. اتفقنا نتلاقاو في واحد الكافي اللي هي معروفه كاينه قريبه في شط البحر. مشيت انا فرحانه غادي نتر بالفرحه. دخلت للدار كنغني عن قصه طاطاناسيها فرحانه، ما عرفتش كيفاش حسيت. دخلت نيشان للدوش، دوشت وبقيت فيه شحال وانا ساهيه دايره المسخون كنحيد بينايا انا مرتاحه. ودخلت البيت نعس نعس نسرح على ما جي الوقت المعلومه اللي غنتلاقى فيها معاه. نسيت ما قلت لكم هو سولني على سميتو، انا ما سولتوش لحد الساعه بقى ما عارفاش شنو سميتو. جات الوقيته حليت الدريسينغ ديالي، شنو غادي نلبس شنو غادي نلبس. انا ديما كنكون مقيده باللبس ديالي ديال الخدمه. ايوا دابا بغيت نلقى الحريه الشخصيه ديالي. اشنو غادي سرحت شعري وخليته مطلق على طولته، درت غير واحد الماسكارا خفيفه هكا العينيه لان عينيا لونهم زرق فغير شويه الكحوله صافي كتبينهم. درت واحد الكلوس خفيف في الغوص ولبست كسيوه في الغوص بيبي وصنيدله خفيفه. نسيت ساكي وخرجت. مشيت غاده فرحانه، ركبت في اللوطو ديالي غايدة فرحانة. عرفتو علاش فرحانة؟ حيت طلبت من الله اللي نعاود نتلاقى بيه، انه
زيد نقرب منه، انا عارفه راسي الا تقربت منه اكيد غادي يبغيني. علاش ما يبغينيش؟ اكيد غادي يبغيني. انا كنقولها ومصره عليها، كنقولها حيت عندي امل في الله، ماشي حيت ثقه في راسي حتى لهاد الدرجه. مشيت لقيت راسي وصلت قبل مني، كنت كندور في عيني ما لقيتوش. شفت الفوق في لا تيغاس ما كاينش، دونك هبطت لتحت جلست في واحد البلاصه زوينه مقابله مع البحر وكنتسنى فيه. جبت البورطابل ديالي اللي كنلعب بيه في ايدي، حتى سهيت حتى كيبان ليا شي حد الظل ديالو عليا. هزيت عيني كالقهوه، قال لي اه وصلتي قبل مني مزيان، دونك هاد العاده فيك ماشي ديال المغاربه، حنا البنت في المغرب الا كان عندها شي رونديفو راه كتجي مع الطلب بربع ساعه بنص ساعه. بقيت كنضحك، قلت لي حيت نصي مغربي ونصي لا. قال لي واو عليها، قال انا ملح ديالك ماشي ديال المغاربه. جلس بقينا كنهضروا، لقيت راسي كنهضر معاه بواحد الطلاقه، الهضره معاه سهله بزاف دغيا كيسترسل في الهضره. تا قال لي ايوا لالا سمراء نسيت ما قلت لك سميتي، انا سميتي لؤي. لؤي سميتو زوينه في حالو. قلت لي بتشرف فين؟ ايوا. قال لي لالا راك عجبتيني، علاه بغيت نتلاقاك؟ دغيا صدمني، عنده كلشي بالزربه ما كيصبرش. كنت كنضحك مبتسمه، قال لي شنو تشربي؟ المهم طلب لينا شربنا جالسين، انا كنتسنى فيه هو يهضر لانه هو اللي سبق بالهضره وقال لي عجبتيني. دونك كنتسنى بغيت غير نعرفو كيفاش كيفكر اشنو فكر. انا ساكتين واحد المده كنشوف في البحر ويقول لي فوالا كيف قلت لك عجبتيني. قال لي انا ماشي بالساهل كنهضر مع البنات هكا، قال لي ولكن عجبتيني ما عرفتش علاش، شي حاجه فيك عجبتني. بقيت كنبتسم الحمد لله بلي شي حاجه فيها عجباتو. بدا كيعاود ليا على راسو، فوالا انا يرى خدام في شركه ديال الوالد، مهتم بالعلاقات العامه، كنسافر بزاف ومعتمد على نفسي، عايش بوحدي، عندي لابارتمون ديالي بوحدي هنا في المغرب عايش فيها. ملي كنسافر ديما معتمد على راسي، الدار كنشوفه مره والحمد لله. هادشي اللي عندي ما نقول لك. بقيت كنشوف فيك، قلت ليهم تشرفينا سيدي. قال لي هضري ليا شويه على راسك. شنو غادي نقول لك؟ سمراء بنت مغربية عندي 24 عام، ماما روسية بابا مغربي، عايشة مع بابا ومراته أختي، وحياتي حياة طبيعية هادية ديال كل بنت مغربية. حققت الحلم ديالي كنخدم مضيفة طيران والحمد لله دابا راني خدامة. ويهز حاجبو فيا ويقول لي ما عندك حتى علاقة مع شي حد؟ قلت لي لا ما عندي حتى شي حد في حياتي. قال لي ايوا مزيانه لالا، دونك اتفقنا. قلت ليه علاش؟ قال لي باش نعطيو واحد الفرصه انا نتعرفوا على بعضياتنا اكثر. قلت لي ما ماشي مشكل، واخا مرحبا. انا جالسين كنهضروا كنضحكوا، دغيا بزاف شد ليا في ايدي، بقيت غير كنشوف فيه. انا متعوده شي حد يقرب ليا هكاك، ولكن صراحة تحرش اني نصر يدي منه. بقيت جالسه واخا حسيت براسي تزيرت تزنقت وما عرفتش شنو غادي ندير، شنو ردة الفعل اللي غنديرها ما عرفتش. كان داك الشوفات ديالو بحال شي مخدر كيزرع فيا، ما قدرش اني نعترض على شي حاجه كيديرها. داز هذاك اللقاء كامل هكاك حتى تفارقنا، وحنا كنتفارقوا حتى تحنا هكا بس لي حنكي دغيا بالزربه عاوتاني، ما قدرش اني ندير شي ردة فعل. كنحس براسي بحال تجمدت كواسيت في الارض، بحال شي حديده مزروعه في الارض هكاك. حتى الضحكه تلفت ليا، ما قدرتش اني نضحك وزعامه فيه. ايوا تفارقنا بحال هكا. قال لي ايوا نشافو بيناتنا الو. قلت ليه ان شاء الله وتفارقنا. كنت لغد ليه خدامه دونك مسافره، مشيت صافي. من داك النهار بقيت لا شفتو ما اتصل بيا لا والو، كنتسنى لابيل ديالو. استغربت السيد كان متشوق، كان فرحان، كان متلهف لانه بغى يهضر معايا بغى يتلاقاني، حتى غبر عليا في مره واحده. بقيت هكاك تقريبا 7 ايام، لا اتصال لا ميساج لا والو. انا حتى انا بغيت ناخذ هذيك المبادره، كنتسنى هو شنو غادي يدير. بصراحه قلبي ضرني، بقى فيا الحال بزاف. علاش ما بحال ما عبرنيش، بحال ما اعتبرنيش، بحال ما دارش ليا شي قيمه، بقى فيا الحال وبغيت ردها لي. حتى داز ديك 7 ايام في الليل، حتى بتكيا يلا غادي نعس، حتى كيوصلني منه واحد الميساج كاتب ليا فيه صافا كي دايره بخير توحشتك، هذا هو الميساج. ما جاوبتوش،
عاود وصل ميساج اخر، اشنو درت ما قريتوش وانا نطفي البورطابل. ماشي من عادتي، عمري ما طفيت البورطابل على شي واحد، ولكن حيت تعصبت. واش اسبوع عباد الله عادي كتب لي خلاني كنتقطع كنفكر برسطه، عاد تفكرني دابا واخا ما شنو يكون ميساج رسال غيقبض غير البورطابل في يدو غادي يكتب لي. طفيت البورطابل، الصباح كنت خدامه في العشيه، عاود ما شعلتش البورطابل خليته بحال هكاك حتى وصلت ديك الوحده تقريبا، عاد شعلته لقيت دو ميساج وحدين اخرين قريتهم. كنلقاها كاتب ليا فيه نشوفك غدا خدامه بعدا ولا كتقراي، زعما كيضحك ضحكو باسل يا لطيف. حطيت البورطابل مشيت كنقاد في حالتي، كنلبس حوايجي لاني خصني نوصل بكري قبل الوقت اللي غادي نخدم فيه. لبست قديت حالتي، درت الماكياج ديالي، كنقاد حتى كنسمع البورطابل كيصوني. هزيتو الو، جاوبتو كانت النيميرو ديالو. الو صافا وفين؟ كتبت لك البارح ما كتجاوبي ما والو. قلت ليه ما مسكتش مساليه. ما كتبتش مساليه في الليل؟ قلت لي كنت ناعسه. وي صافي دونك نشوفو اليوم. قلت لي لا ما غاديش، يمكن ما مسالياش خدامه. قال لي ايوا ان شاء الله مره اخرى يلا نخليك. اقطع عليا ويني هذا ما مأدبش. ندمت كاع اللي جاوبتو. صافي مشيت كنلبس كنكمل في اللبس ديالي وانا كل عصب، وهو عجبني الصراحه، ولكن هاد التصرفات ديالو ماشي احسن ليه، ماشي زوينه. ايوا مشيت الخدمه حتى كيبان ليا حنا كنستقبلو في الركاب اللي كيطلع، حتى كيبان ليا السيد جاي طالع مع اللي غادي يركبو في الطياره اللي انا غادا فيها. عاود كانت عندنا الفول الباغي، عاود جاي طالع السيد كيبان ليا غمزني وطلع. انا وليت كلي حمرا كلي كانت رعد. عاود غيمشي معايا في الطياره غادي. مفاجاه اخرى تضبط. طلعت كنكمل في خدمتي، كنقاد في الناس باش غيكون طلع ديال الطياره، كنقاد ودرس من حداوي شد ليا يدي قال لي توحشتك. غرقات بيا الدنيا، ما عرفتش اشنو وقع لي في ديك اللقطه. عاد تطلق ليا يدي، ابتسمت بلا ما نشعر وسميت غادة. خلاني ديك الفول كامل وانا مرفوعة خدامة، كل مرة كندوز من حداها ولا كيطلب مني شي حاجة الا وكيدير شي جاست لي كيخليني كاملة كنغزل. ما عرفتش كيفاش كيقدر انه كيتحكم فيا بهاد الصورة، عمري ما كنت هكا ضعيفة قدام شي واحد. ملي جينا غنزلو قال لي غنتصل بيك صافي نتلاقاو تتسالي. قلت ليه واخا، انا كنت دايرة في فراسي بلا الهضر معايا غادي نقول ليه لا. ما عرفتش كيفاش، قلت ليه واخا اتفقنا. هو يقول لي صدمني، قال لي نتلاقاو في الكافي اللي شفت جالسه في هذاك النهار. نسيت في عيني، قلت لي الى كافي؟ قال لي اللي كنتي جالسه فيها. امتى؟ قال لي فاش كنتي لابسه جين زرق وتريكو ابيض. واو، يعني شافني ذاك النهار ملي كنت جالسه في الكافي؟ انا ما تبعتش ليه نهائيا انه شافني. استغربت عاود، قلت لي واخا داكشي اللي كان. مشيت للكافي لقيتو جالس هاد المرة هو الأول كيتسناني. دخلت سلمت عليه باليد، دغيا جرني لعندو سلم عليا من الحنك للحنك. عاوتاني كيتجرأ بواحد الطريقة، عندو واحد الجرأة غريبة. جلس بقى كيسول فيا صافا كيدايرها بخير كيدوزتي هاد الأيامات. ألا عدي من واحد الموقف على هداك الجلس اللي دار، ديال أنو مشى سمعنا لما تتصل مع عيط نسول ما والو، وكانت كتاكلني في خاطري حتى جلسها لي. قال لي بون شوفي سمراء، انا كانت عندي واحد المشكل، كانت عندي واحد الغلاسيون مع واحد البنت، ما بغيتش نتلاقاك حتى نشوف شنو غادي ندير فيها. نسيت حاجبي في كيعاود بطريقه هاديه بحال ما وقع والو. بغيت نفاريع معاها انا نتلاقى معاك، ما بغيتش نبدا شي علاقه جديده وانا كنعرف واحده اخرى. قلت لي ملي كتهضر معايا واحده اخرى علاش كتهضر معايا انا؟ وقال لي صافي بقيت عندي حتى واحده اخرى. تفارقت انا وياها. قلت لي تفارقتي معاها على قبلي؟ قال لي نو ماشي على قبلك، كان انا ديجا ما فهمش معاها وزربت في ديك لا غولاسيون صافي دابا ولا حاجه مشات لحالها. صحيت برت تخلعت ملي قال لي غولاسيون مع واحد البنت، تخلعت. دوزت معاها داك النهار كامل غير انا وياها، بقينا مع بعضياتنا، خرجنا ضلنا تسارينا، شرا لي دي كادو غير الحاجه اللي كنشوفها كياخذها ليا، واخا كنحتارت ما كيتصنتش ليا نهائيا. وكملناها بالعشاء في واحد ريستو
بشكل رومانسي. حضرت طول عمري تخيلت راسي غادي ندخل ليها الشموع في الحمار في الكحل دوك الضوا والخافسين واحد جو اللي هو زوين وشديه في ايدي وكيهضر معايا بواحد الطريقه بحال كنعرفو شحال هادي ديك الرومانسيه اللي كنت كنتخيلها في الراجل اللي غنبغيه وغنبغي نتزوج به هي هذيك اللي كنعيشها معاه. كيفاش كيهضر كل حاجه فيه كتعجبني وكتيرني بحال العيشة في شي فيلم زوين شي فيلم رومانسي ديك الرومانسية الراقية ومع واحد الإنسان اللي أي وحدة كتمنى أنها تجلس حدا غير دقيقة. تكمل العشاء زوين وصلني حتى لوطيل فين غادي نبات وقلت ليه بالله صافي راه غدا غادي نمشي لأن غدا خدامة. قال لي مزيان يلا نشوفو إن شاء الله في المغرب. قلت ليه إن شاء الله. عاود باسني في حنكيه ومشى وخلاني واقفة مصدومة. طلعت نعست الليل كامل وانا كنحلم بيه كنحلم بيه معايا كيهضر معايا في حياتي كنحلم بيه كيهضر مع بابا كيهضر مع طاطا ما عرفتش كلشي تخربق ليا. فقت وانا مبرونه مبرسطه ما ارتحتش في النعاس نهائيا. فقت صباح دخلت الدوش اول حاجه كنحيد عليا ديك العيا ديك الروينه اللي تلونت ليا في راسي ولا حدي واحد الهاجس واحد الخوف اني في ديك العلاقه اللي ما كملهاتش هاد الانسان اللي قدامي انا ما كنعرف عليه حتى حاجه اللي كنعرف عليه غير الهضره اللي عاودني. خفت لي يدير كيما دار مع هذيك البنت اللي كان معاها تبان لي وحده اخرى غادي تعجبو ويقول لي نتفارقوا هكا ببساطه. ما عرفتش كل شيء الافكار كيدوروا في راسي. وعاود نفس بحال نفس اللقطه كتعاود بحال شي مسلسل كتعاودي نفس الحلقه نفس اللقطه بحال هكا واقفين كنستقبلو عاوتاني في لي فواياجور تاع كي بالي جاي عاوتاني. وهاد المره مبتسم ابتسامه عريضه كيبتسم ليا بديت كنضحك فرحانه ومبهوره. ما قالش ليا بلي غادي يسافر اليوم ولا غادي نتلاقاه في الفول. ما عرفتش حسيت بيه بلي راه كان عارف بلي غادي يتلاقاني حتى قرب حدايا ويغمزني عاود ويقول ليا صدفه زوينه. وطلع بقيت كنستغربه حسيت بواحد الفرحه كبيره. عرفت ان هذا الانسان هذا اللي دخل لي حياتي راه هو الانسان اللي غادي يبقى مطبوع في القلب ديالي حياتي كامله. كملت الخدمه ديالي عادي كندوز حداه عاوتاني نفس اللقطات بحال داكشي كيتعاود كيتكرر. كندوز حداه كيغمزني كنوقف حداه كيهضر معايا توحشتك صعبة هذا مهم داكشي كله عادي بالنسبه لي انا كنتسنى شي حاجه اللي غتاكد ليا بلي هذاك الانسان اللي قدامي يبقى معايا. انا بغيت تكون هي علاقه اللي هي عابره في حياته غير صحبه غير رفقه ولكن بغيت شي حاجه اللي هي مؤكده. ملي وصلنا كيف العاده تلاقينا في الباركينغ تلاقينا بقى كيتسناني حتى جيت. المهم غير وصلت خرج من الطوموبيل ديالو جا كيهضر معايا تلاقى عشيه. اول حاجه فكرت فيها بلا غنطلع ليه فراسو لو بقيت هكا كنتلاقاه كل ساعه اكيد غادي نطلع ليه فراسو وخاصني نبين راسي بالعزيزه. ماشي وقت ما قال لي اجي القاني حداه وعقلي كان مخربق مشوش وعامر بالافكار. قلت ليه لا لا عندي من قديم ما غاديش نقدر مره اخرى. هو يقول لي ايه صافي ماشي مشكل يلا نتلاقاو بيناتنا الو يلا الله يعاون ومشى مشى طاير خلاني واقفه كنفكر ما عرفتش راسي فين غدا انا وياه فين غادي بيا سيدي فين غادي بيا. مشيت للدار دخلت لقيت طاطا نازيها جالسه شاد البورتو مشيت عند هي الاولى قلت لها بغيت نهضر معاك. قالت لي شنو؟ قلت لها عرفت واحد الولد واعر كيحمق. بدات كنضحك ربعه رجليها قالت لي ايه. قلت لها عرفتي شنو كيعجبني بزاف وما كرهتش زعما هذاك هو اللي نكمل معاه حياتي. هي تقول لي شوف نقول لك حاجه وحده نتي راه اي واحد يتمناك كلشي فيك زوين يا كاتيا. نصيحة واحدة اللي غادي نقول لك هي اعزي راسك ما تكونيش رخيصة ما تبينيش لي راسك راه رخيصة. كاتيا مغربية ياك بعدا؟ قلت لها مغربي. وتقول لي عارف شنو المغاربة ديالنا كيبغيو البنت المنفخة الضاسرة الحاسة براسها ما كيبغيوش البنت اللي كتدفق على الراجل فهمتيني. قلت لها هي فهمتك ايوا كاتيا صافي ديري بها ويكون خير. قلت لها ان شاء الله يلا ندخل ندوش. دخلت وخليتها هي مرات بابا كتعجبني كتعطيك فاس وكتجيك ديما المعقول ما كتبقاش تزوق الهضره كتخرجك مباشره الحاجه المهمه. داكشي علاش مشيت قلتها لها لان عرفتها باغا ليا الخير وغادي هي اللي غادي تنفعني غتوريني شنو غادي ندير وهي اللي غتوريني عقلي.
داكشي فعلا ديك الفكره اللي قالت لي هي اللي كانت في راسي، بالله انا راه عجبني وبغيت، ولكن ما خصنيش نمشي مع نجرف مع فداك الشيء ديالو، ديك الزعامه اللي بانت ليا فيه، كيفاش كيشد ليا يدي بالزربه، كيفاش كيزعم عليا هكا ويسلم عليا من الحلق الحاك بالزربه. لا، خصني نخليه هو يمشي على الطبع ديالي، ونخليه هو يحس بلي انا راه ماشي اي واحد بغاني هكا كنجرف معاه، ولا راني مدلوله حتى لهاد الدرجه. خاصني نكون معاه مختلفه، وفعلا انا مختلفه، انا عمري ما كنت بحال هكا. داز هذاك النهار عاود معيط ما اتصل، بقيت كنتسنى في ميساج منه، كنتسنى في شي ابيل. كان داك النهار غادي يبدا الكونجي ديالي، كانت عندي 15 يوم. انا كنت عواله، كنت باغي نسافر لفرنسا، ولكن كل شيء تخربق ليا، ما بقيتش عارفه ما متاكداش من راسي شنو كندير. بقيت كنفكر، كنت بروغرامي اني غنمشي في واحد رحله لفرنسا. بقيت مترددة، وفي اخر لقطة ملي شتو ما عيط ليا ما والو، قلت صافي غادي نمشي ليها. كان فيها 6 ايام، ماشي كنا غنمشيو حنايا كوم جروب، غادي نمشيو لفرنسا، غادي هما مكلفين بينا. كنت باغي نمشي نرتاح، ما باغي نفكر في والو، خليهم هما كيتكلفوا بكل شيء، يعني مع البرطاسي لا مع ماكله لا مع فين غيديونا لا والو، بغيت نتسلق ونخلي راسي ليهم. صافي وجدت حوايجي مشيت، حتى احنا غادي في الطريق في الكار، حتى كيوصلني ميساج فينك نتلاقاك توحشتك. قلت غادي نجاوبو دابا، غنجاوبو ونهز راسي الفوق. كتبت ليه، قلت ليه ما كايناش انا مسافره. قال لي ويلي فين مشيتي، في مسافره خدمه؟ كتبت ليه، قلت ليه لا مسافره كنرتاح شويه، انا في الطريق لافران، راه غادا مع واحد الجروب وهذا. ويقول لي صافي مزيان يلا نتلاقاك. قلت لي واخا صافي، ما عرفتش كيفاش نتلاقاك، ما عرفتش الله اعلم. مشينا غادا في الطريق، وخدم الموسيقى ومرو لاكس، يا الطريق زوينة، الجو زوين، غادية. وصلنا للإفران، الإفران فينا في هذا الوقت هذا من العام، ما كاينش البرد هذيك الوقت بحال الربيع هذا، هذيك الوقت كتكون زوينه، كيكون فيها الماء، الجو زوين، هذيك ريحه الهواء نقيه، الدنيا شويه عامره، كاينين الناس محركين. كتعجبني افران بزاف، كنت فين ما كنكون هكا ماشي هذيك كنمشي لافران من الصغر ديالي. وصلنا افران، كنا غادي نجلسوا في واحد لوطيل، هو بحال هكا منتجع سياحي صغير، فيه هكا بيوتا صغار، في بحال دي بتيت ابارتمون اللي كيجلسوا فيهم دي غروب. المهم وصلنا تماك في العشيه، كان عندنا واحد بروغرام ان اللي غيديروا بينا واحد تور صغير هكا، وغادي نتعشاو في واحد ريستو. داكشي اللي كان، خرجنا هضرنا ديك التور، كنتسنى في ابل منه انا هادشي كامل وبالغي معاه، كنتسنى بغيت ديك الميساج ما كيشبعوش ليا الخاطر ديالي، بغيت شي حاجه اللي هي اكثر، ولكن في نفس الوقت بغاش نعيط ليه، كنتسنى المبادره منه هو. مشينا لديك الريستوران تعشى، ايوا جالس السيد، حتى كيبان لي عاود السيد داخل، انا هاد زعيني كنشوف اون فاس، كيبان لي جاي بديك الاناقه ديال المعهوده، كنسد عيني وكنعاود نحلم ونتاكد واش كنحلم، ما يمكنش، كنسد عيني كنحلم حتى كنلقاه قدامي. سمراء بونسوار، واو ما يمكنش، واش انت هاد؟ ايه شنو كدير في افران؟ قال لي جيت عندك تبعتك. بقيت كنضحك كنضحك كنضحك، ويقول لهم تسمحوا لي ناخذ منكم سمره، كلشي تبسم لي لان ديك الطريقه اللي جا بها، وديك كلشي ضحك، عرفوا راه شي حاجه ماشي هذيك، راه كاينه شي حاجه في الموضوع. نط عنده قال لي غنتعشى انا وياك اونصومبل، نط انا مبهوره ما فهمت والو، قلت لي ما فهمت والو، كيفاش جيت عندك؟ قال لي سولت، قلت لي في افران، قلت لك نتلاقاو صافي عادي، ما فيها حاجه، توحشتك بغيت نشوفك. هزيت حجباني فين، ما يمكنش كيفاش هادشي عندك؟ قال لي نجلس الصراحه، قلت لي ايه، ما يقول لي ما عرفتش، خفت لا تكوني جيتي مع شي ولد مع شي حد كتعرفيه، بغيت نتاكد. ويلي بديت كنضحك، قلت لك ما كنعرف حتى شي واحد. قال لي وانا اش عرفني، بغيت نتاكد الغيره، او ما بقى لي غير على حبيبته. فين ما كنتلاقى كيصدمني بزاف، حبيبتو كيفاش حبيبتو؟ قال لي ما عرفتش،
ما عرفتش كيفاش لقيت راسي. ماشي اعجاب، ما يمكنش يكون هذا اعجاب، هذا حب، هذا اللي كنحس به. كنحس براسي باغي نكون معاك، راه كنقاوم في راسي باني ما نشوفكش بزاف باش ما نزيدش نتعلق بك، ولكن ما قدرتش، ما كنقدرش بكل بساطه، ما كنقدرش نقاومك. جلسنا كناكلو، قلت ليه لؤي انا باقي ما كنعرفكش مزيان، ما كرهتش نزيد نعرفك اكثر. قال لي شنو بغيت تعرفي اكثر؟ قلت لك شنو كندير في حياتي، شكون انا. اللي بغيتك تعرفيه هو نهار كنتي جالسه في الكافي شفتك من بعد، وجيت قربت لك وكنت كنتسنى نشوفك على قرب. شي حاجه جرتني لك، انا فعلا كنت هابط في الكافي، كنت باغي ناخذ كافي، ولكن صارت نسيب هذيك البنت اللي جالسه بوحدها في ديك القنيطه اللي ساهيه، اللي كتبان بحال شي ملاك وسط باري. وقال لي سبحان الله الصدفه هي لقات لي اللي لقاتني بك في الفول. انا ما كنتش متوقع اني غادي نتلاقاك مره اخرى، وملي تلاقيتك ديك اللقطه، ديك اللحظه اللي قلبت عليا في هذاك لوجي، ديك الساعه ملي شفتك ما عرفتش شنو باغي ندير. كون كان شي واحد اخر براسك كنت غادي نتعصب، غادي نغوت، ولكن ما قدرتش نغوت عليك. وعاود المره الثانيه ملي تلاقيتك في الفول الاخر، هذيك كانت خطه، هذيك ماشي صدفه، هذيك انا تبعت شفت المسار ديالك وتبعتك من ديك الساعه، وانا حاطيك ومراقبك ورد لك البال. كنت صلت ليه وكنقول في نفسي واو، حتى لهاد الدرجه ما يمكنش، يعني داكشي اللي تمنيته واللي طلبته سيدي ربي تحقق بهاد السرعه. ما بغيتش نبين لي اني هكا ملهوفه عليه، بقيت كنتصنت ليه هو كيهضر. قال لي كنبغي نقاومك، بغيت نقاومك ما نخليكش هكا تدخلي لي راسي، ولكن راه ما عرفتش شي حاجه فك ما خلاتنيش، وخفت حتى انك غتجي لهنايا تلقي شي حد يضربك شي حد، حيت ما يمكنش ان وحده بحالك غادي يشوفوها وحده وغادي يخليوها. المغاربه ديالنا راه واعرين، تبارك الله الشباب عطا الله، اي واحد غادي يشوف الا وغتيري الانتباه ديالو وغادي يبغي يقرب منك. وانا ديك الساعه الغيره كتاكل فيا، ما قدرتش نصبر مازال، جيت تبعتك الافران. انا يا واخا فرحت وكل شيء، ولكن بالنسبه لي هذه اللحظه الحاسمه اللي خصني بيه لي فيها بالله، انا ماشي الريح اللي جات ديني. قلت ليه لؤي شوف، انا عمري ما درت شي علاقه مع شي ولد نهائيا، وعمري ما كنخلي شي حد يزعم عليا بزاف، وعمري ما قص لي حتى شي حد يدي. حتى جيتي انت وقصتي لي يدي داك النهار، وي يعني ما بغيتش هكا نلقى معاك. راه انا ما كنتسرعش في العلاقات ديالي، ما كنتسرعش في التصرفات ديالي، كنبغي كل حاجه ندرسها قبل ما نديرها. انا راه باقي ما كنعرفكش مزيان، وانا ما عرفتش هاد العلاقه ديالك فين بغيت توصل بها. قال لي كنعجبك، ما عرفتش. قال لي جاوبي كنعجبك. قلت لي ما كتبش كتعجبني، ولكن قال لي ما كاين ما ولكن، عطي لهاد الاعجاب هذا فرصه انه يزيد يكبر وما غاديش ندمي. داك الايام اللي بقات دوزت انا وياها في افرام، صافي مشات هذيك الرحله مع الناس ومع البنات، مشات لانه ما خلاش ليا الفرصه. بقيت انا وياه كنخرجوا وكندوروا، في هذيك المده كامله فرضت عليه انه يحترمني، لاني كان شرط من الشروط ديالي انه ما يقيسنيش، يحترمني، اننا نتعاملوا في واحد الاطار اللي هو نقي اللي هو زوين، حتى نشوفوا ديك العلاقه ديالنا فين غاده، نشوفوا الاحساس ديالنا كيفاش كيتصرف. ديك المده ديال الرحله كامله كان كيزيد كيحمقني، كيزيد يعجبني، كيدير شي حوايج زوينين، كيخلق السعاده في اي بلاصه، كيدير مفاجآت، كيديني لشي بلاصه اللي هو زوينين. مشينا للموزال، مشينا للفاس، كل مره بلاصه، ودائما بقى محترمني وحاطيني ديك المساحه ديالي فين كنتحرك. كنتصل بالدار، عاودت لطاطا شنو واقع، قالت لي برافو عليك، قالت لي ويني وحفظي حافظي على راسك، قالت لي ما يقرب لك ما تقربي ليه، حتى نجي ميه جرجري يدي للدار وغادي نتفاهم مع ديك الساعه. كنت كنضحك لا وعليه، داكشي فعلا اللي كنت كنتمنى وكنت كنتسنى انا غادي يوقع، انه بغيت نخلق فيه ديك الغيره وداك الاحساس انه غادي يقدر يفقدني باش نتعزعو، باش نخلي انه يجي للدار، لان بغيته فعلا انه يخطبني. هذا هو الانسان اللي بغيت نكمل معاه حياتي. بقينا احسن نهار الاخر، ولي قرب نهار الاخر قلت ليه لؤي راه عندي واحد السفيره طويله وما غاديش نبقاو نشاف واحد المده تقريبا شي شهر، وهسعيني الفوق شهر لا بزاف. قلت ليه هادي هي الخدمه ديالي، ما عندي ما ندير. ويقول لي وعلاش مضطره لهاد الخدمه؟ قلت
لي هذه هي الخدمة ديالي اللي كتعجبني ومفروضة عليا، ما نقدرش نغير فيها شي حاجة. قال لي ما نقدرش، انا الشهر ما نشوفكش، فين غتكوني؟ قلت لي ما عرفش الخدمة، باقا ما حداش بالضبط. واو، ما بقى كيفكر، ما عرفتش. قال لي صدمتيني، كاين تليفوني، بقى الهضرة بيناتنا، الميساج بيناتنا وعادي، وفي ديك الوقت غندرسو بعضياتنا اكثر. قال لي ايه واخا، وانا كنشوف فيه كيفكر، ما عجبوش الحال. رجعنا انا وياه، رجعنا في الطوموبيل ديالو، غادي نخدم موسيقى رومانسيه زوينه، غادي لو كنغنيو مع اغاني اللي هي رومانسيه جديده ديال الشباب ديالنا، وواحد الرحله زوينه. كل مره كنوقفو في شي بلاصه، كندخلو نسترحو، ناخدو كافي، ناخدو عصير، وغادي حتى وصلني لقدام الدار ويقول لي بغيت نتعرف على داركم. ها، تعرف على دارنا؟ كيحسب لك راسك في اوروبا، كيفاش تعرف على دارنا؟ يعني بغي نشوف باباك ونشوف مرات باباك. ها، ما فهمتش، علاش باغي تشوفهم؟ خلعني انا، كيحسب ليا كيفكر في داك التعارف ديال الاوروبيين. يعني بغي نهضر مع باباك. كيفاش باغي تهضر مع بابا؟ بغي نهضر معاه عليك، بقيت كنشوف فيه شنو معنى تهضر معاه عليا، بغي نشوف الى قبل بيا خطبك. بقيت كنضحك، شنو حتى وحلت ليا، عاد عطاني قرعه الماء كنشرب، تخطبني؟ ما قلت ليا والو. قال لي شنو غادي نقول لك؟ غادي حنا في علاقه ديالنا غنعطيوها فرصه، حنا عطيناها فرصه. اللي تاكدت منه هو اني انا بغيتك تبقي معايا، بغيتك تكوني ديالي، بغيت نضمن ان حد ما غيشوفك يشوفها، بغيتك ديري لاباك في يدك اللي شفاتك بالتسيسه. بقيت كنضحك حتى الدموع هابط ليا، كنضحك من الفرحه. هو سبحان الله، في هذه المده القصيره تحقق لي هذاك الحلم ديالي. ما عرفتش، بقيت كنشوف فيه. قلت ليه بلاتي نعيط لطاطا نشوف واش كاين بابا في الدار. عيطت، قالت لي هو كاين. قلت لها شوفي دغيا علميه، يقول لي راه واحد الولد راه باغي يطلع غادي يهضر معاك دابا. قالت لي صافي جبتيه. قلت لها تقول لي ما عليكش، يلا طلعوا. قلت لي صافي، ها هو بابا كاين في الدار، يلا طلعوا. داكشي طلعنا معاه، هو تبارك الله القلده والطوله والجريده والزين، كيعرف يهضر. دغيا دخل بابا واحد الدخله واعره، بابا كنسمع فيه كيهضر معاه وكيضحكوا. انا دغيا كنوجد معاه مع طاطا داكشي اللي غنحطو لهم، وجدنا هكا غير شي حليوات وكميه اتاي جبناهم حطيناهم. ويقول لي يا بابا يا ولا لا مبروك عليك، الله يكمل بخير. هزيت في عيني، شنو قال لي؟ يبغى نتسناو غير لو اي غيجيب ماما هو بابا، وديك الساعه نقراو الفاتحه ان شاء الله، احنا فاهمين. بقيت كنضحك، فرحت، ما عرفتش راسي كيفاش. صافي سلم علينا وخرج. بقات كطاطا كتهضر معايا، قالت لي تبارك الله كي داير، تقول لي وهذا هو اللي تقولوا راه تزوج، هذا هو الراجل والا فلا، تبارك الله عليك. قالت يلا يا ربي، الله تمنيت بحالو لبنتي. قالت لي واخا هي راه كتقول لك ما كاين الزواج حتى تخدم، وحتى ما عرفتش شنو ما غدير، ودير وتكمل قرايتها، تبقى تقرا حتى يبان لها شي ويطقطق لها في راسها. انا كنضحكوا. من هذاك النهار تبدلت حياتي، حسيت بالله بلا الله جزاني على داك السنين كامله اللي بقيت محافظه فيها على نفسي وعلى الشرف ديالي. ديك السنين كامله اللي كنصلي وكنطلب فيها الله وما كنفرطش في الصلاه ديالي. ديك السنين كامله اللي عمري ما اديت شي انسان، كتغادى بالطيبه ديالي، بالنيه ديالي، كنعاون اي واحد محتاج للمساعده، كنتعامل هذاك التعامل زوين. عيطت لماما حتى هي على مساك، قلت لها ماما راه غادي نتخطب. فرحات ليا، كنحس بالدنيا كامله فرحانيه، فرحانه معايا، حتى ديك النظره للدنيا ولات عندي مختلفه. وعلاش لا، ملي تلاقيت الانسان اللي كنت كنحلم به واش خطبني وحسسني بلي راه عندي قيمه في حياته وبلي بغى يكمل معايا حياته، صافي راه هذيك هي الدنيا كامله ملي كتبيني الدنيا.